الحين لما قلت كورنادو كورنادو كورنادو، ليش ما قلت بيريرا بيريرا بيريرا؟ ليش ما هو ظاهر زي كورنادو يعني، مع انه كلهم جو في بدايه الموسم؟ والله شوف، انا بالنسبه لي انا بيريرا الى الان لاعب كويس، ممكن جاي من الدوري الانجليزي بريمير ليج. انا بصراحه شفته في هو جاي صانع لعبه يا كابتن. هو كابتن، شوف انا كيف شفته في ويست بريمتش البيون، يلعب على الطرف، ما شفته صانع العاب لخلف المهاجمين. انا استغربت حتى سرعته في اللعب، ياخذ طول الكره من الطرف يدخل العمق ويسدد، كان حتى سريع. جاي للدوري السعودي ما اعرف متى اقلم، تعرف انت الريتم، بيئه معنا الدوري البريمير ليج على الدوري السعودي، ما شفته مثلا صانع العاب الحقيقي. ممكن يكون 9.5، لكن هو الان ساهم بخمس اهداف مع الفريق حتى في اسيا. لكن كورنادو تحس انه صانع العاب، ينقل كوره معناها من نص الملعب فريق الملعب الثاني، يخلق فرص من لا شيء، عرضيات، تمريرات بينيه، شفنا كم مباراه خلق الفرص، الكرات الثابته صنع منهم اهداف للفريق. تحس انه كورنادو، وياتي بعد مثلا بانيجا، رغم ان بانيجا ما اعتبره صانع العاب، اعتبره رقم سته خاصه في التمريرات القطريه، من افضل اللاعبين. انا ما اعتبره صانع العاب، مش صانع العاب عرفت اللي عنده المرونه اللي يراوغ، لكن يعطيك اللمسه يغير لعب. لكن كورنادو في المراوغه خلق فرصه لنفسه، التمرير معناه في الثلث الاخير بالنسبه لي افضل، معناه هو صانع العاب في الدوري السعودي في الوقت الحاضر.